تقليص مدة التكوين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي وتأثيره على الأداء البيداغوجي للمعلمين للنواب المحترمين حسن الشهبي، عبد القادر العسولي، عبد الله عباسي، أحمد زاروف، عبد الكريم الإدريسي فارس، مسعود منصوري، نزهة السقلي، مصطفى الغزوي، الحسين بلقطو من فريق التحالف الاشتراكي. تفضل أحد النواب. تفضل سي عزيز. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، خوات إخواني النواب. في إطار النظام الجديد للتكوين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، أقدمت وزارتكم على تقليص مدة التكوين من سنتين كما كان معمولا به إلى حدود السنة التكوينية 2005-2006 إلى سنة واحدة مع فتح هذه المراكز أمام الطلبة الحاصلين على شهادة الدروس الجامعية دوغ. وحسب المختصين في مجال الديداكتيك والتكوين بشكل عام، فإنه يصعب تكوين أساتذة التعليم الابتدائي خلال هذه المدة، علما أن هذا التكوين يتضمن تكوينا أساسيا في مختلف المواد الأساسية بالنسبة للمواد المدرسية في التعليم الابتدائي، ثم تكوينا في الديداكتيك، فالتكوين الميداني والتطبيقي الذي يعتبر بمثابة حجر الزاوية في كل ذلك. وعليه فإننا نسمحكم السيد الوزير في طرح الأسئلة التالية: ألا ترون أن الصيغة الجديدة للتكوين بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي من شأنها أن تؤثر سلبا على الأداء البيداغوجي، وبالتالي تؤثر سلبا في الفعل التربوي الذي يشكو أصلا من العديد من الاختلالات؟ ثانيا، ما هي الإجراءات والتدابير التي تنوون اتخاذها لتقييم مدى نجاعة نظام التكوين الجديد بمراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي ومعرفة مدى ملائمته لحاجيات الرقي بأداء المدرسة العمومية ببلادنا؟ وشكرا. شكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. أقول أنه ضمانا لتحسين جودة خريجي مراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي، قامت الوزارة بتعديل المرسوم المتعلق بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات، وخاصة التأهيل الأكاديمي للترشيح والسن القانوني للمترشحين ومدة التكوين، بحيث أصبحت مباراة الولوج تفتح في وجه حاملة شهادة الدراسات العامة الدوغ والذين لا يتجاوز عمرهم 24 سنة على الأكثر. كذا، وقد رافق هذا التعديل مجموعة من الإجراءات ستمكن من رفع جودة التكوين، ويمكن حصر هذه الإجراءات في النقاط التالية: أولا، وضع شبكة دقيقة للانتقاء الأول للمترشحين، تفييئ الطلبة الأساتذة وتشخيص حاجاتهم مع مطلع السنة التكوينية لكي يستفيد كل طالب من دعم تكويني كل حسب حاجته في مادة اللغة العربية والفرنسية والرياضيات والعلوم والأمازيغية إلى غير ذلك، إدخال تعديل على قرار نظام الدراسة والامتحانات، وكإجراء استثنائي وحتى يتمكن هذا الفوج من الطلبة من الاستفادة من أطول فترة ممكنة في السنة، فقد تقرر تمديد السنة التكوينية الحالية إلى أكبر عدد قدر ممكن. هكذا، وقد عملت الوزارة منذ أواخر السنة التكوينية 2005-2006 على التفكير في مدة التكوين الخاصة بهذه الفئة، حيث تشكلت فرق عمل من أساتذة مكونين ومديري وملصقي مراكز التكوين وخبراء في الميدان، أسندت لها مهمة إعداد المرجعية المهنية ومرجعية للتكوين وفق النظام الجديد، ووضع مضامين مقرر التكوين وإعداد مجزوئات التكوين في الأسدس الثاني من السنة التكوينية، ستشكل دون شك دعما للرفع من جودة التكوين عبر اعتماد المقاربة، مقاربة التكوين بالكفايات، وتعدد أساليب التنشيط والربط بين التكوين النظري والتداريب. ستشكل المجزوئات مرجعا يلجأ إليه الطالب خارج أوقات الدراسة، وذلك خلافا للوضعية السابقة التي كانت عبارة عن برامج تتضمن خطوط عريضة فقط واستيعابها يقتضي حضور المكون. كما يتضمن نظام التكوين ساعات للتكوين الذاتي تمكن الطالب الأستاذ من تغطية نقصه عبر مشروع شخصي يحدد تحت إشراف أستاذ مكون. بالإضافة إلى هذه التدابير البيداغوجية، فقد تقرر العمل على ترشيد توظيف ما تبقى من الوقت حتى يتمكن الطلبة الأساتذة من إنهاء المقرر. وشكرا. شكرا سيد الوزير. هل هناك تعقيب؟ شكرا سيد الوزير. وركزنا في السؤال ديالنا سيد الوزير على ان هذه المده المخصصه فعلا للتكوين، سيما ان هذه المده غير كافيه فيما هو عملي والتدارب وكذلك الشق النظري والشق الديداكتيكي وكله هذا الشيء. الطالب الحامل ديال الدوغ
ما يمكنليش في ظرف سنة أنه يستوعب كل هذا الجانب هذا، هذا بالإضافة للجانب ديال الدعم خلال سنة في الوقت اللي كانت هذه الفترة ديال التكوين لمدة سنتين، قلت أن الطالب لا ما يمكنليش يستوعب خلال المدة كل هذه الجوانب هذه فيها الجانب النظري والدعم والشق الديداكتيك. الطالب كذلك صاحب الدوق هو كانت واحد الإشكالية فعلا أنه هذه الفترة الزمنية المخصصة للتكوين غير كافية، وهذه القضية ربما عندها واحد الخلفية معينة، هذه الخلفية هي اللي ما فهمينهاش السيد الوزير وراءها التقليص ديال هذه المدة هذه من سنتين إلى سنة. إن تقليص المدة غادي يكون على حساب الطالب أي الأستاذ وعلى حساب كذلك التلاميذ، غادي يكون على حسابهم جوج وغادي يأثر سلبا على العملية التعليمية برمتها، معناها غادي يكون التأثير ديالو سلبي فيما يخص الجانب ديال التكوين، وغادي يكون كذلك على حساب الجودة وعلى حساب كذلك الورش ديال التعميم ديال التمدروس وعلى الورش كذلك ديال الجودة. هذه كل هذا الجانب ديال التكوين والتقليص ديال المدة غادي يأثر سلبا على المدرسة بشكل عام، في الوقت اللي الوزارة كتردد دائما الجودة في كل مناسبة وفي كل تظاهرة. أنا اللي بغيت نأكد عليه من خلال السؤال ديالنا السيد الوزير هو أن يدار واحد التقييم لهذه الفترة ديال التكوين، ربما في جويي ولا في أوت كدير واحد التقييم، واللي كنشوفوا حنا من زاويتنا أن هذا تراجع على هذا التوقيت هذا على هذه المدة هذه وتبقى في المدة ديال سنتين. وشكرا. شكرا سيد النائب.